لا أسلم. موضوعنا كيفاش من الممكن بناء جيل المستقبل بفترة مستقيمة وبإليات تربوية وقيمية اي سهلة عاودي الشتلة من نقول جديد تبني جيل يدافع على وطنه ويدافع على اوطان لازمك تعاودي الشتلة من نولو جيل لان الشتلة ذي هزينة كيما القمح اللي يحطونا في الهزينة عاودي منين الرجال هذوكم ما تجيبيش يفهمني من اصلابهم ما يجيبوش رجال جدد ويرجعوا القيم والمبادئ و أه؟ اما الاجيال هذه شنو امه فيها مليار ولا اكثر الكل تستنى في المهدي المنتظر باش يحرر لها القدس. نحكوا بالواقع شنو باش تطالبي الاجيال هذه؟ فهمت؟ اكثر من ثلث من سكان العالم كلها مسلمين والكلها تستنى في رجل واحد باش يحرر لها القدس. وقت اللي ما يعرفوش اللي كل رجل هو مهدي منتظر في حد ذاته. دونك كان قلت لك انا لكنه نحب نقول انا حاجه نحب نصلح برشا حاجات نسمع كان في فلسطين المحتله غزه المحتله هاي تمنينيش يا الوحيدين المستقلين صدقني العرب الكل هي المحتله مش هما فمني الناس تدافع على كرامتها وتناضل عمره ما يجي يحتل هذاك فمني المحتلين هي هذه الشرج مال بتاع المخنثون والعرب هذه المحتلين العرب نقسم كالكف لكنهم هذوك ما محتلين فلسطين المستقل المستقله والعرب هي المحتلة فهمت نصلحوا الألفاظ تعملوا مزية شوية أما في الفترة دي أنا واحد من الناس المرأة يلزمها تلعب دور أساسي بالحق أنا ننصح كل مرأة وكل فتاة بجاه ربي بعدوا علينا ما المخنثون ذوما وإذا كان باش تشوفي شوفي راجل بالضبط لعل نجيبه من أصلابهم رجال لأنه الشتلة تولي قاعدة دور مخنثين في الأمة العربية لا علاقة المرأة بصفة عامة يعني كي خرجت لسوق العمل كيفاش أثرت على على الجيل الصاعد؟ يا بنتي المرأة هي السبب ماني قلت لك المرأة تاخذ في المخنث وتجيب لنا في المخنث لأن الرجال تجي من أصلاب الرجال، المرأة تاخذ في المرتشي تجيب لنا في المرتشين المرأة تاخذ في المحتكر، المرأة فهمني آه تاخذ اللباس عليه تجيب لنا في الكذا، فهمني ياك المرأة اللي تجيب في الرجال ما عادش فهمت لأن ماهمش ياخذوا في الرجال، الرجال هاك عندكم أطفال جماعة غزة وكذا كذا على الأقل حطوهم انتو مرجع. شوفوا كيف تصنعون الرجال هاك عندك المرجع بتاعك على الاقل من هذوكم خذ الخلاصه وخذ الفكره انا ما نتوقعش الفتاه بتاع غزه عامله تيك توك وتوري في ما عندهمش انترنت يا بنتي ما نتوقعش حتى في الشارع فهمني بنات غزه يدوروا عليا او كان في الامه العربيه بتاعنا الاخرين المحتلين ما نتوقعش انا فهمني الشاب بتاع غزه فكره في حبيبتي والوهم والاشعار هما العام الظهر في الاسعار ما نتوقعش مخ ولاهي ببلاده وبالجهاد وبالكذا. عايش قصة حبه مع الارض نتاعو. عايش قصة حبه مع الاله اللي خلقه مع المقدسات نتاعو فهمت؟ هاو احنا شنو شبابنا وشيابنا كنا ناس ما فهمتش انا زومة. يا ولدي اخي واعيين برواحكم شنو بالضبط؟ هاني قلت لك انا امه فهمني تستنى في المهدي المنتظر باش يحرر لها قدس، شنو تحكي عليها هذه؟ هاو جماعه غزه ما يستنوكش ماهمش قاعدين يفكروا كيفك انت فهمت؟ دونك كل فتاه تاخذ فتاة تاع غزة قدوة لا هي ما تعريش روحها في الكياس وتاعها فهمني ولا هي بالتيك توك ولا هي بالبقى. وتعمل في حبيب وبصديق صديق وفي كذا فهمتني أوك عندها فهمني دينها وعندها مقدساتها وعندها شرف امها اللي انت تزعل تضيعي في شرفها بتاعك لهنا فهمتني دونك هاني قلت لك شباب العرب خذوا شباب غزة قدوة لكم على الاقل وما عادش تحكوا على الرجولية من بعد هما بجارب يزونا من الالفاظ كنا نلعبوا بالالفاظ وكذاك فهمتني؟ دونك من بعد الرجوليه الرجوليه راهي غاديك. او نحكوا الرجوليه بصفه عامه راهي موجوده غاديك. نرجعوا نرجعوا شويه لموضوعنا دليل خاطر هربنا على الموضوع على الاخر. انا سالتك سؤال قلت لك المراه كي خرجت لسوق العمل كيفاش اثرت على تربيتها الصغار وعلى الجيل الصاعد بصفه عامه. فهمت المراه كي خرجت على سوق العمل هملت صغارها. خاطر قبل كنا نشوفوا الاغلبيه النساء يعني ليه هي بالشؤون المنزليه. تهز في صغارها يعني ديما في الدار ولا هي بهم فهمك فهمك شوف المراه راه كي خرجت في ما ما عندهاش رجال في الدار ما نلومش عليها والمراه كي عرت ما عندهاش راجل فهمني في الدار ونحب نحكي انا لكل واحد يخدم مرته تخرج مرته تخرج فهمني البرة عريانه نحب نقول له حاجه برك هذاك معناها راه انت ما لهاش مزاج هذاك علاش خرجت على الرجال البرّة فهمت دونك ديما نرجعوا للرجال ما دام الرجال ما فماش ما عادش نقعد نلوم انا وبطبيعته هو هذاك هو مخنث الصو... الاصلاب بتاعهم مخنثين وقاعدين نجيبوا في المخنثين علاش قلت لها انا يا مراه يا فتاه تحبي ترى على الاقل اعملي حاجه تليك بها القضيه الفلسطينيه كونك نقي الرجال باش تجيبي من اصلابهم رجال فماشي ما فهمت اما باللي قاعدين نروح فيها هذايا نحي ما عادش تحكي لي تو على الرجل ما عادش نحكي عليه انه ما عادش تفقد تو قعدت نحكي على المراه لانه القضيه تو عندها هي فمتى يا فتاة يا مسلمة يا اللي عندك ربع في المياه حياة وإيمان نقي في النسب في النسب بتاعك على الأقل جيبي منك النطف تلقي واحد باندي تلقي واحد به ويقول في الحق خذي والدي هذاك على الأقل من صلبه فماش ما نجيبه واحد يغير التاريخ على الأقل فماش ما نجيبه رجل يغير التاريخ على الأقل أما بالمخنسين اللي قاعدين نجيبوا فيها هذه شنو أمة كاملة ماشية تنهار نقعد ونستنوا في المهدي المنتظر احنا القدس اي وانت شنو وظيفتك؟ ما عندناش حتى وظيفه. فهمت؟ نجوا نعملوا مسيره ضحك لعبوا ورقص ما عادش نرجع له الموضوع هذاك هذاك هو الجهاد اللي عندنا. فهمت؟ لكنه الواقع كنا نهربوا منه ما نحبوش نحكوا فيه ونكذبوا وقاعدين نتحايلوا على بعضنا ونكذبوا على بعضنا ونحقروا في بعضنا فهمتني حتى المعلومه لازم تخرج من لاباس عليه كي تخرج من الزوالي كيفاش لازم تخرج من لاباس عليه هذاك هي احنا ما دام ناس ما تحبوا يعمل يعني ما على انا ما نلومش على الصهاينه نلوم على حتى شيء على الامه العربيه هذه لوم على الأمة العربية هذه فهمتني أقعدوا استنوا المهدي المنتظر حتى اللي حرر لكم القدس لكن القدس عنده رجال وكل ولاد ذوكم اللي حاملين الفكر ولا يتقدك فهمني صدقني بألفين ما العرب هذوما فهمتني والفتاة بتاع غزة بألفين ما هالفتيات شلقت اللي شلكوا اللي عنا هذوما في الأمة العربية فهمت كي نخزر الحمد لله نقول الأمة مزلت بخير كي نخزر غادي نخزر أطفال غزة وشباب غزة و... وقت نقول الأمة بخير عمك كي نخزي لهنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله على شباب هالأمة فهمت؟ سأل العملية دونك بدل البذرة البذرة القديمة بتاعك رجعها هل تعتبر أنه الشباب ضحية؟ يا بنت الشباب ضحية اللي قبله كلها ضحايا فهمت كلها ضحايا ما ينطفى قد كان النطفة ضمن أطفال زنا وأطفال كذا في الأمة العربية اخي أمة تمشي بالويسكي شنو مش توقعي من هذه؟ نكذبوا، أمة تمشي بالراس، اعطيني الدولة العربية ما تمشيش بالراس وما تمشيش بالقلة الحياة وما يحقروش بعضهم، اعطيني ترى على الأقل الاحترام ومنها تخزني عند الغرب، عم أما هذه أمة تنهي على المنكر وتأمر بالمعروف، احكي لي ترى هات اعطوني فهموني، العباد تقتل مغاديكا وذا يجي ويجب قصيدة بيتي حضر في قصيدة هذاك وقعد بالقصيدة، باش تحرر فلسطين بالقصيدة بتاعك أن الصواريخ خولتي بس قاعدين تحكي. انا ننصح الزعماء بتاع العرب بتاعنا هاك الصلعة بتاعو هذيك كان يتبرعوا بها للكتائب فمن على الأقل يعملوها منصات للصواريخ يعاونوا بحاجة هاك الصلعة الفرصة بتاعكم هذيك عاونوا بها المقاومة فما ما تقولين نكتة والله ولا يولى واحد يحسم انه كونه عربي هاو نحكي برجل وجهك تقول لي عربي واني نخز لك الجبان المخنث البهيم السكير الماركه نساء البوهالي كيما هما يعملوا فيها في الافلام عندهم افلام الاكسيون يحط لك دور العربي فهمني تاع يخطف في النساء ولا مخو حطه لك كيك هذاك هو حقيقه العربي ونخزر لك كيك شكرا عربي نتفجع